انا في بدايه قبل ما نتكلم على القائمه حبيت نتكلم ايضا على التنظيم المحكم اللي كان في الندوه الصحفيه اليوم، طريقه اعلان حضاريه للقائمه المستدعات، وهذا امر ثمنه. فيما يخص القائمه وكما فيه جديد يذكر، نتكلم على اللقاء رسمي. الناخب الوطني كان عنده دوره وديه شاف اللاعبين في مارس، نظن ان اليوم كان واضح. الناخب بيتكوفيتش تكلم على ثلاث نقاط، تكلم على انسجام المجموعه، على استقرار المجموعه، وعلى انه اختار الافضل. نظن ان لو نديروا قراءه للقائمه ما فيهش مفاجات اكيد، ولكن بعض اللاعبين ممكن خسروا نقاط في الدوره الوديه، وفيه بعض اللاعبين اكدوا مكانتهم. وايضا كقراءه للقائمه، نظن ان الناخب الوطني ممكن راح يغير طريقه اللعب لما شاهدوا اعتماده على مدافعين محوريين بشكل كبير، وفي المقابل وسط الميدان فيش لاعبين كثار وايضا لاعبي اجنحه. نظن هنا هذا ممكن استخلص دروس من الدوره الوديه اللي تلقى فيها 5 اهداف، وتكلم على اهميه الجانب الدفاعي امام فريق يعني منتخب غيني في اللقاء الاول راح يكون صعب، وصعب جدا عنده مهاجم من المانيا. يعني ممكن هذا الامر خذها بعين الاعتبار الناخب الوطني. اما فيما يخص المفاجات، نظن ليس وقت التجريب، ممكن التجريب يكون بعد على الاقل ضمان 6 أو 4 نقاط في هذه المباراتين رسميتين. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.